السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم أعزائنا الطلبة وحياكم الله في درس جديد. واليوم عندنا المحاضرة التاسعة من دورة الخطوة الأولى في اللغة الإنجليزية. اليوم عندنا مجموعة أفعال، واليوم أنت راح تكون حافظ 100 فعل شاذ. وحقيقة أحب أقول لك ألف 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 مبروك، تستاهل هذا التعب، ويعني حقيقة تستحق أنه أنت ترفع لك القبعة. فشكرا جزيلا لكم وبارك الله بكم، وحقيقة هذا أنا أعتبره إنجاز كبير جدا. اليوم عندنا لاي يرقد أو يتمدد، لخت يرفع، لفت يرفع، لفتد لفتد، لايت يضيء، لايت من عندها لايت كلمة لايت، لت لايك كلكم تعرفونها، لايكت، لسن لسند، ليفد، لوك looked lose lost ولوف loved ومake made 10 افعال مهمه نحفظهن اخرى. اليوم راح يكون عندك 100 فعل شاذ، والف مبروك لك، تستاهل حقيقه، وانا هذا اعتبره انجاز. طيب نجي على المستقبل المستمر، الفيوتشر كونتينيوس، القاعده مالته فاعل زائد ان شاء الله اول زائد فعل بي زائد ان بي زائد فعل بي ان جي زائد تكمله، فاعل زائد ان شاء الله اول زائد بي زائد فعل بي اي ان جي ثم تكمله الجمله. هذه هي القاعده، خلينا نعيدها مره ثانيه. فاعل نذكرها، نحاول نحفظها بينا بين نفسنا، فاعل زائد ان شاء الله اول زائد بي زائد فعل بي اي ان جي زائد تكمله، فاعل زائد ان شاء الله اول زائد بي زائد فعل بي اي ان جي زائد تكمله. she work at school, she will be working at school. ركز لي على الزمن زين، القاعده شوف الشي شلون موجوده، عندك الوال هنا وعندك البي وياها فعل بي اي ان جي، هاي البي ثابته دائما، البي ثابته. الشال والول اثنينهم صح، انا افضل تستخدم الول دائما، الشال تستخدم بس ويا الاي والوي اذا حبيت تستخدمها، هي مو كلش تستخدم، ولكن حاول احنا نكتب لك اياها، خاف تجيك يوم بالايام وتقول شنو هي هاي. زين عندك she will be working at school، الول تنزل طبعا هي ثابته، البي ثابته، work هذا الفعل بين قوسين نزلناه له حطينا على اي ان جي وحطينا at school. بالنسبة لحالة النفي القاعدة راح تصير فاعل زائد ان شاء الله اول زائد not زائد بي زائد فعل بي ان جي ثم تكملة الجملة، فاعل شال ويل نات بي فعل بي ان جي تكملة، شال ويل نات بي فعل بي ان جي تكملة، شال ويل نات بي فعل بي ان جي تكملة. Boys play football. Boys will not be playing. Boys will not be playing football. Boys will not be playing football. Boys will not be playing football. حالة السؤال نخلي الشال والول بالبداية. طبعا هنا فاعل شال وول فاعل بي فعل بي ان جي تكملة. We will play football. راح أصير shall we be playing football? Shall we be playing football? هاي جملة أعيدها فد 10 مرات. أسقل بيها. أظل أكرر بيها على مود تنطبع ببالي. على مود هاي الكلمة تنطبع بالبال، شلون تنطبع؟ من خلال تكرار الجملة، أنتوا هسا تسمعوني كلكم عيد الجملة. Shall we be playing football? We will be playing football. هاي الجملة من تقرأها هواي تكرر بها راح تنطبع بلسانك، تصير سهلة عليك، فحاول تعيد وتكرر وتسقل وتعيد بها، هذا الواجب أيضا تحلونه. نجي على التدريب الأول، يقول لك You will be seeing my brother next week in Tokyo. أنت راح تشوف أو تزور أخويا بالأسبوع القادم في طوكيو. You will be seeing my brother next week in Tokyo. الآن أريد من عندك تغير للجملة، تحط لي بلح بدال الأحمر،
بدال seeing مثلا على سبيل المثال نقول visiting. You will be visiting my brother next week in Tokyo. هاي الجملة هسا أريد الكل اللي يسمعني يعيدها 10 مرات. يعيد هاي الجملة 10 مرات. يعيدها. You will be seeing my brother next week in Tokyo. You will be seeing my brother next week in Tokyo. You will be seeing my brother next week in Tokyo. هاي من الظل تعيد بيها فد 10 مرات 20 مرة. هنا راح تنطبع الجملة بلسانك ويصير الزمن سهل عليك لأن أنت حافظ عليه مثال. بس من أنت تحفظ القاعدة وتروح للامتحان ما راح تجاوب، أو من تريد تحكي أو تريد تفهم شيء إذا ما تحفظ مثال فد مثالين ثلاثة وتنطبع عن ببالك مستحيل. شايفين بالرياضيات إذا الأستاذ ما ينطيك مثال ما راح تفتهم كل شيء. إذا الأستاذ ما ينطيك مثال كل شيء ما راح تفتهم. أنت مفروض هسه تعيد وياي. You will be seeing my brother next week in Tokyo. أريد طالب يعني ضعيف بالقراءة. يلا من هو؟ عندنا هسه هذه طالبة طبعا أنتوا تسمعون، يعني أنت عندك مشكلة بالقراءة مو صحيح؟ وبالأزمنة شلونك؟ هم عندك خربطة بالأزمنة؟ حلو. طلابنا عيني الأعزاء، أنا قاعد أتكلم ويا زينب شكر، غيرها ما أريد يتكلم. الكلام موجه لهذه الطالبة، راح أشوفكم أنتوا انتبهوا شلون راح تتغير النطق مالتها بشكل مو طبيعي. يلا يا زينب، زينب هسه أنت وياي وياي، أنت عندك مشكلة بالأزمنة وبالقراءة مو صحيح؟ صحيح. حلو. بس طيب هسا الآن راح تقرأ هذه الطالبة وراح تشوفون قرايتها مو كلش قوية. نعم. يلا يلا يا زينب اقري اقري لي الجملة الثالثة. انتبهوا على القراءة زين. daughter. When I get home. عيد لي اياها النوب. ككلمات صحيحة ولكن قرايتك باللغة الإنجليزية غلط. ماكو هيك قراية. You will be eating healthier foods when you don't have to travel so much. هذا اللي تقطع، هذا هذه مو قراءة، هذه خطأ. هسا انتبه يمي، انت خليك وياي تبارك واقرا الجملة وياي. You will be eating. لا تقولين you will. كلمة واحدة. You will. يلا. اقري. You will be eating healthier food. هاي الجملة الأولى تبارك. هسا اقريها بصوت عالي. بصوت عالي. حد الفودز. صوت عالي. كرر إياها فد 10 مرات على مود تنطبع بلسانك. يلا. You will be eating healthier food. مو مهم تقرين بسرعة أختي الله يرضى عليك، مو مهم تقرين بسرعة، المهم تقرين صح بصوت واضح. إحنا مو مهم عسريع بسرعة بسرعة نخلص، لا المهم نتعلم قراءة صحيحة بحيث أنا من أسمعك أفهمك. أنت من تقولي لي You will be eating healthier food أنا إيش راح أفهم؟ قولي بصوت واضح ومفهوم You will be eating healthier food. أهم شيء حتى لو تقطع بس أهم شيء صوت واضح وترتيب شوية شوية لحد ما أخليش تنطقين صح. انتبهوا هذا الكلام موجه للكل. يلا يا تبارك. You will be eating healthier foods. هاي شنو؟ You will be eating healthier foods. لا تتوقفين، كمليها بصوت عالي. You will be eating healthier foods. كمليها. كملي الجملة. إيه. When you don't have. When you don't have to travel so much. To travel, مو travel. Travel. When you don't have to travel so much. عيدي لها 10 مرات. When you
don't have to travel so much. ليش ليش من تقرين تقولين when you don't have to, ليش تقولين هيجي؟ ليش ما تقرينها جملة واحدة when you don't have to travel so much, when you don't have to travel so much, ليش ما تقرينها جملة واحدة؟ yeah. When you don't have to travel so much. 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 ليش تتوقفين تبارك؟ ليش تقولين when you don't have to, when you don't have, when you don't have to, when you don't have to. جملة واحدة اقراها. لا مو جملة واحدة. تقولين when you don't have to تتوقفين يعني. اسحبي نفس عميق وقريهن مرة واحدة. انتبه على قراءتي راح اقرأ لك اياها. When you don't have, راح اقراها انا وانتبهي. When you don't have to travel so much. When you don't have to travel so much. اقريه. When you don't have to travel so much. نفس الشيء. هو هذا الخطأ عند اغلب الطلاب. When you don't, ليش هالتوقت يعني هسه انت تريدين تحكين بالعربي. يصير اقول عندما انت تسافر هواي. من انت تسافر هواي؟ من انت قرين وكانما احكيها بالعربي. هاي جمله معناها معناها you will be eating, انت راح تاكل طعام صحي من ما تسافر هواي. انت من ما تسافر هواي راح تاكل طعام صحي. فاقول you will be eating healthier food when you don't have to travel so much. من انت ما تاكل هواية, من انت من انت ما تسافر هواية. يعني وكأنما قاعد احكي كلام. انت هسه انت قاعد تقطعين هسه حتى اغلب الطلاب. هذا كلام موجه للكل. مشكلة التقطيع لان ماكو تدريب على اللسان. مشكلته اي الحل انه التكرار. اظل اكرر واسمع اسمع كلام هسه مو قاعد احكي, انت تسمع وتكرر وراي. يو هسه شوف هسه انا دا اقرا يو ويل بي ايتينج. هسه اقريها بالله مره ثانيه تبارك. انت لو بس تقرينها وياي تبارك خليك وياي. يو دونت, قولي يو دونت. يقول يو دونت. يو دونت هاف تو. يو دونت هاف. دا اقولها والله ما دا اقول هاف تو, دا اقول هاف تو. اي انت بس انتبه لكلامك. اي هيك هاف تو مو هاف تو. انت انتبه وياي. يو دونت هاف تو. لا يو دونت. يو دونت هاف تو. يو دونت هاف تو. هاف تو كلمه واحده, عباره كلمه واحده. هاف تو. هاف تو ترافل سو ماتش. ترافل سو ماتش. ترافل سو ماتش. So much. راح اعيد لك اياها وخلي وياك انا شوك اتوقف اتوقف انت توقفي. يو دونت. تمام. يو دونت. يو دونت هاف تو. هاف تو ترافل سو ماتش. ترافل سو ماتش. انتبه علي وراح اشوفك قرايتك انت شلون تقرين. You don't have to travel so much. انت تتوقفين على كل كلمة. هاي مشكلتك. انا اللي قاعد اريد اعالج لكم اياه هي مشكلة القراءة. لما تقرأ بشكل صحيح لازم تحفظ الجملة كلها صحيح, قراءتك صحيحة وتكتبها صح وتعرف الزمن مالتها على مود انت من تقرأ انجليزي تصير امورك تمام. هسا اقري لي اياها يلا. When you don't have to travel so much. When you don't have to travel so much. تقريبا هسه صرتي احسن يعني. تقريبا هسه صرتي احسن. هسه احسن يعني. فهيجي يعني هيج خليش تتدربين دائما ولا تقولين you don't have. Don't have. You don't have to. You don't have to. You don't have to. You don't have to. اخذ كلمتين ثلاثة وعبالك تقراهن كلمة واحدة. ادمجهن دمج على السريع وهيج تعلم قراية. يلا اريد لي طالب ثاني بعد. Studying when he is on فانيومون. عيدي هالنو. انتبهوا زين على القرايه طلاب, انتبهوا زين على قرايه الطالبه لان هسه راح يتغير مستواها بشكل مو طبيعي. يلا هسه راح اسوي لها سحر واخليها تقرا. المهم هاي راح نقول عليها بصرة. هاي راح نسميها بصرة حتى تصير عليك اسهل. بنامة نقول عليها بصرة.
ان بصر عيدي هالنوب مرة ثالثة تبه زين على قراية الطالبة. Where will he be studying when he is in Basra? Where? أوكي تمام هسا انتبه عليه ركزي وياي. هاي قرايتك بيها مشكلتين. المشكلة الأولى أنا ما أحس إنه هو سؤال، هو مو سؤال. أنت تقولين Where will he be staying؟ هذا سؤال. Where أسأل سؤال من أريد أتكلم، لأن تنغيم مالتي صيغة سؤال لازم أصقول يا سارة. Where will he be staying when he is in Basra؟ انتبه علي زين. هسا تقولين Where will he be؟ Where will he be؟ Where will he be؟ هاي الجملة عيدي ليها 15 مرة بصوت عالي وبصيغة سؤال. قاعد تسألين شلون بالعربي استاذ شو وقت عندنا امتحان استاذ وين هو يدرس؟ صيغة سؤال اريدها بتنتحشين وكأنما طلابنا الأعزاء طبعاً مثل ما تشوفون الطالبة هذه هسه راح يتغير نطقها، وهذه طريقة أنا مجربها شخصياً راح تغير نطقك وتغير قراءتك 100%. بس جرب الكل حالياً كل اللي موجود هسه وياي كرر وياي، بس جرب جرب يا أخي أنت ما خسران شيء، جرب. Where will he be؟ هاي الجمل لازم تنحفظ، هاي الجمل كلها لازم تنحفظ، تنحفظ بالإنجليزي وبالقراءة. جمل هذني إذا ما تحفظهن ما راح تقدر تسيطر على الأزمنة. هسا واحد يقول جاب الجمل على الأزمنة، إيه نعم نعم خذها من عندي. مستحيل تقدر تضبط الأزمنة بدون أمثلة، مستحيل. يلا يا سارة عيدي هالنوب. Staying when he is. Staying when he is. عيديها فد 15 مرة النوب. سمعيني صوتك بعد. When he. Staying when he is. Staying. Staying when. Staying عفوا. Staying. Staying when he is. Staying when he is. Staying when he. ومثل ما تعرفون اللسان عبارة عن عضلات، لازم ندرب العضلات على هاي الجمل حتى تقراهم بشكل صحيح. فهي هسه تقريبا راح تقراهم بنسبة صحيح 80% بس أحسن من البداية. إذا كررت هذا الشيء يعني أكثر من مرة وغيره أو أكثر من وقت راح تضبط النطق 100%. يلا يا سارة اقريه بصوت واضح وعلى كيفك بدون ارتباك وبدون أي شيء. نعم دكتور. Well. لا كلها اقري لي اقري لي الجمله كلها كامله. Where will he be staying when he is in Basra؟ على كيفك. Where will he be staying when he is in Basra؟ ما اعرف انت ايش بيس مرتبك، طبعا هذا شيء طبيعي لاول مره، بس على كيفك اقريه بشكل واضح. انت عايش تطفرين كلمات وترفعين تروحين وترجعين، على كيفك وقري كلمة كلمة يعني قراية صحيح. يلا شوفوا طبعا ها مثل ما قلت لكم طبعا نطقها تغير وصار أحسن مثل ما تشوفون لاحظتم أنتم هذا الشيء، ولكن أكيد مو بالنسبة بالمية بالمية لأن لأول مرة. هذا الطريقة إذا تبقى تكرر بيها أنت أكثر من مرة فد 20 مرة 30 مرة الصبح والعصر راح تضبط نطقك 100%. لا قرأ لي الجملة رقم 3. When will حلو احسنت. هذا نطق كلش حلو، تحتاج تتدرب على قراءة بعد اكثر واكثر حتى ما يوم تتوقف على اي كلمة غريبة تلاحظ توقف قدامك. فاحسنت وموفق يعني. فكل الطلاب مثل ما علمتك هذه هي الطريقة،
Where will you be working after graduation? هاي الجملة عيدها فت أنا والله العظيم أنا لحد الآن إذا تجيني كلمة غريبة أعيدها فت أكثر من 10 مرات حتى شوية أتدرب عليها. Where will you be working after graduation؟ يعني هسه يا أخي أنت هسه أنت جرب أقرأ الكلمة هذه أول مرة تحس صعبة بيلك، جرب تقرأها فت 10 مرات 15 مرة راح تشوف أكو فارق مو طبيعي يعني والله العظيم. زين هسه عندنا هنا هذا تدريب I already do a lot of things today. اليوم عندنا المستقبل المستمر قرأ لها الجملة وحل إياها مستقبل مستمر. تمام حبيبي تمام نعم ياسر I already مستقبل مستمر سويها will be doing احسنت شكرا جزيلا I wash يلا حلي لي اياها حلي لها جملة مستقبل مستمر انتم مو كاتبين اسم سردين الشاركين حلي لي اياها يلا And now it's clean. Thank you very much. I eat breakfast. حلوا لها هاي الجملة يلا بالتعليقات. I eat breakfast. إذن شكرا جزيلا لكم طلابنا الأعزاء. وقبل لا أروح أريد أحكي لكم سالفة واحدة. طلابنا الأعزاء قبل لا أروح أريد أحكي لكم سالفة واحدة بس وبس أريدك تنتبهوا وياي. يعني عنده أهداف بحياته يحب يحققها يعني أكو إنسان عنده هدف إنه هو مثلاً يريد يكون عنده بيت وسيارة ويعني الله سبحانه وتعالى يرزقه بوظيفة وبشهادة وبابا إلى آخره. اليوم راح أتكلم وياكم بشغلتين بس الأولى الفلوس والثانية الزواج. راح تضحكون يمكن إيه نعم راح أحكي لك بشغلتين اليوم. طبعاً الشهادة تجيب لك فلوس تقدر تحصل تعيين تقدر تشتغل أمورك المادية صير تمام تقريبا إذا تدرس وتتعب على نفسك. أنا ما قاعد أتكلم عن الأشخاص اللي تبتبتشون ويتظلمون مثل العجائز ومثل مثل المرأة مع احترامنا لأخواتنا اللي تبتبتش ويقول تعيين ماكو وشغل ماكو. أنا قدامكم أنا ما متعين وألف طالب إجوا يدخلون يم درس ما متعين ولا عندي وظيفة ولا عندي شيء. فماكو شيء اسمه وظيفة وماكو وظيفة اللي إلى واحد يتعلم على أساس أنت لو رحت لغير دولة وحصلوا لك تعيين أمورك راح يصير 100%. أنا ما قاعد أتكلم على ذولة والله العظيم والله العظيم سافرت من العراق على تركيا أبو تاكسي يبكي يقول والله أردوغان دمرنا أنتم العرب أحسن من عندنا. قلت العرب احسن قلت له يعني العراق احسن قال لي والله العراق احسن قال اني هو يحكي انجليزي طبعا هذا قال اني اول اني مره شفت عراقي عنده راتب وقال هذا الراتب مال عاطلين يعني اذا واحد ما عنده شغل يقدر يحصل يعني يقدر يحصل راتب احنا ما عندنا هذا الشيء هو وينك هو العاطلين قد راتبهم ما العاطلين 150,000 بحالك ما نتحطن ما يكفن كل شيء. شوف عقليته هذا كتركي احنا نقول اتراك زناقل تركي يبكي سافرت على الاردن الاردن يبكون يقولون ما عندنا تعيين انتم العراق احسن من عندنا عندكم نفط والله العظيم خليجي يبكي اقسم بالله العظيم شخص خليجي يبكي. فهاي بكل دوله موجوده تعيين ماكو يجوز بالعراق اكثر اكيد ولكن اللي ما له واهس يتبتبش بكل مكان مثل العجوز الارمله مع احترامنا لاخواتنا مثل العجوز الأرملة اللي تبتبس وتدور والله ما عندي وهذا وين ما تذبه يبكي تحط وظيفة يبكي يقول لك والله الراتب ما يسوي ما تنطي وظيفة يقول لك والله ما عندي تعين تشتري له بيت يقول لك والله بيته تعبان ما عنده بيت يقول لك والله أنا قاعد إيجار أو وين ما تحط تبتبس ويتظلم. واللي عنده واهس وعنده رغبة لو تعيشه بخيمة يبدع ويصير إنسان مبدع. فهاي منتهين من عدها. الشغلة اللي أريد أقول لك إياها اشتغل
وادرس على مود تحصل لك وظيفة او تحصل لك شغل او تفتح بزنس. انا عمر حياتي ما يوم شفت واحد خريج سادس ابتدائي وفتح شركة مال توصيل عالمية. عمري كليته ما يوم شفت شخص هو ما دارس ولا طاب جامعة وما يعرف يقرأ ويكتب وفتح فد شركة. ما يوم عمر حياته كليته شفت شخص اللي يقول وصخ دنيا اللي يقول وصخ دنيا بس الفقر اللي ما عنده فلوس اللي ما اشتغل على حاله ما تعب على نفسه. طبعا احنا عندنا الفلوس شيء ثانوي. انا كشخص لازم الانسان يهتم بمستقبله ويهتم بشهادته ووراها كل شيء يجي. صدقني وراها كل شيء يجي.